مساء سعيدا لكل متابعي الشوط الثالث في حلقه جديده، واحييكم احلى تحيه. ناخذكم كالمعتاد الى جوله رياضيه نتعرف من خلالها على اهم المتابعات والتقارير الرياضيه. اكيد راح نكون معكم اولا باول في متابعه الاحداث الرياضيه، ونبدا سادتي الاحبه من استقبال حافل لبعثه جودو العراق التي حصلت بجداره على المركز الثالث في بطوله العرب التي اختتمت في العاصمه الاردنيه عمان. إذ جرى استقبال حافل لبعثة المنتخب الوطني العراقي، كان على رأس المستقبلين أمين عام اللجنة الأولمبية العراقية هيثم عبد الحميد، والذي تواجد في مطار بغداد بعد أن استقبل وفد المنتخب الوطني العراقي الحائز على المركز الثالث ببطولة العرب والتي اختتمت في العاصمة الأردنية عمان يوم أمس. ونقل عبد الحميد تحيات ومباركة رئيس اللجنة الأولمبية العراقية رعد حمودي للوفد، مثمناً ما حققه بنيله المركز الثالث عربيا من بين 16 منتخبا شارك في البطولة. وكان لاعبو المنتخب العراقي نالوا 7 أوسمة ذهبي واحد وفضيتين وأربعة نحاسيات، والتي وضعته ثالثا بجدول الترتيب النهائي للبطولة. إذن لله الحمد نجني ثمار التفاهمات المشتركة ما بين الدكتور عدي الربيعي وما بين أيضا رئيس الاتحاد سمير الموسوي. هذه أول مشاركة نحصد ثمارها، المشاركة في البطولة العربية اللي تمثل 16 منتخب. بالتأكيد المركز الثالث مركز كبير وحافل، نأمل من أبطال الجودو مواصلة الإبداع. نتابع هذه اللقاءات اللي أجراها محمد الخفاجي وفريق عمل الشوط الثالث داخل مطار بغداد الدولي. نتابع. الحمد لله والشكر، اليوم استقبلنا منتخب العراق بالجودو، أثر نتائج الطيبة اللي حققوها في البطولة العربية اللي صارت في عمان مؤخرا. الحمد لله النتائج كانت من ضمن المتوقع ان يكون هناك انجاز، ميداليات ذهبيه وفضيه وبرونزيه. اعتقد هذه بدايه اول خطوه نحو الانجاز. الاتحاد شغله ضمن المعايير اللي اتفقنا عليها معه كلجنه اولمبيه وكاتحاد، بدنا نشتغل صح وان شاء الله القادم راح يكون افضل. إذا نتمنى الموفقية والنجاح لكل اتحاداتنا الرياضية، وأيضا نبارك مرة أخرى لاتحاد الجودو أسرته كادره التدريبي وبقية اللاعبين. أيضا نبقى في العاصمة الأردنية عمان سادتي الأحبة، واللي أزدلت الستار يوم أمس على منافسات بطولة الأندية العربية بالجمناستيك، واللي استطاع فيها العراق اللي شارك ممثلا بنادي أمانة بغداد من الظفر بعدد من الميداليات. البطل العراقي عمر عباس العبيدي استطاع من خطف عدد من الميداليات. إذ اختتمت في العاصمة الأردنية عمان منافسات بطولة الأندية العربية للجمباز بمشاركة عربية واسعة من بينها العراق، واستطاع البطل العراقي عمر عباس العبيدي من حصد الذهب في فعالية جي إكس للجمباز بمشاركة أندية من الأردن والسعودية والكويت ونادي أمانة بغداد ممثلا للعراق. وحصل ممثل العراق عمر في البطولة الذي مثله طبعا على 3 ميداليات ذهبية في جهاز القذف والحركات الأرضية بالإضافة إلى الفردي العام. 3 مرات يعزف السلام الوطني العراقي تكريما للبطل عمر العبيدي. مبارك لبطلنا الشاب عمر عباس العبيدي على هذه الإنجازات، ونبارك لاتحاد الجمناستيك. نأمل المزيد. بطولة العرب اللي اختتمت طبعا الأندية العربية واللي شارك فيها نادي أمانة بغداد هي أيضا تضاف إلى بعض النجاحات اللي حقق هذا الاتحاد، لكننا نأمل الكثير من هذا الاتحاد على أن يدعم هذا البطل عمر المتواجد الآن في الأردن، وبالتأكيد هو من عائلة رياضية، عمه النجم الدولي السابق
لاعب القوة الجوية خالد فاضل، وبتأكيد العائلة الرياضية تكون ساعية لدعم أولادها، وعمر إن شاء الله يسير على الخط والنهج الصحيح. إلى الهيئة المؤقتة لاتحاد الفروسية اللي عقدت اجتماعا مهما ضم أعضاء الجمعية العمومية لمناقشة تدابير الاتحاد المستقبلية، وأيضا تحديد المواعيد النهائية لإجراء الانتخابات. إذ عقدت الهيئة المؤقتة لاتحاد الفروسية العراقي اجتماعا موسعا مع عمومية الاتحاد لمناقشة أهم الأمور وأهم فقرات النظام الداخلي والعمل على تعديله لغرض استقطاب المبعدين من أبناء اللعبة وفتح آفاق العمل المستقبلي للارتقاء بواقع الاتحاد، والاستماع إلى مشاكل ممثلات الاتحاد في المحافظات، كذلك حل جميع المعضلات التي تواجه أندية المحافظات وبحث سبل الارتقاء بها، والاتفاق بأقصى سرعة لغرض إجراء انتخابات الاتحاد بكل شفافية وفتح أبواب جميع من يريد الترشح لا أن تقتصر على بعض الأسماء كما شاهد الاتحاد هذا العمل. حضر الاجتماع رئيس الهيئة المؤقتة للاتحاد عقيل مفتن وعدد من أعضاء الهيئة المؤقتة، بالإضافة إلى ممثلو أندية المحافظات وأيضا أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الفروسي. طبعا بالتأكيد هذه الخطوات الرائعة والحثيثة للهيئة المؤقتة للاتحاد الفروسية ستؤتي ثمارها قريبا، لأنه الآن التوجه هو لاستقطاب كل المبعدين، كل الكفاءات اللي هاجرت بسبب سياسة الاتحاد السابق، الاتحاد الذي تم الطرح الثقة فيه، وبالتالي الآن الخطوات اللي تجريها الهيئة المؤقتة برئاسة عقيل مفتن وأعضاء اللجنة اللي يحاولون الآن أن يذللوا جميع العقبات، خطوات رائعة وجميلة احنا متابعيها، نتمنى الموفقية والنجاح للهيئة المؤقتة. إن شاء الله تقام انتخابات شفافة نزيهة يدخل فيها من يريد الترشح، مثل ما تحدثنا الهيئة المؤقتة فتحت الأبواب على مصراعيه، وأيضا ستستقطب جميع من يريد أن يدخل للمشاركة في العمل الإداري. نتمنى الموفقية والنجاح اللي قادم عمل الهيئة المؤقتة للاتحاد الفروسية. نذهب سادتي الأكارم إلى مشاركة المنتخب الأولمبي العراقي في بطولة دبي الدولية بعد أن تعادل في المباراة الأولى في فرق مجموعته أمام المنتخب الفيتنامي سلبا، مني بخسارة أمام الشقيق السعودي في مباراة الأمس التي جرت في دبي بهدفين مقابل هدف واحد. إذ مني المنتخب الأولمبي العراقي بخسارته الأولى أمام نظيره السعودي بهدفين لهدف في بطولة دبي الدولية الجاري أحداثه بدولة الإمارات. وانتهى الشوط الأول بتقدم العراق بهدف دون رد في الدقيقة 44 عن طريق اللاعب عمار غالب. وفي الشوط الثاني تمكن منتخب السعودية الأولمبي من قلب الطاولة وتسجيل هدفين ليحسم اللقاء لصالحه. المنتخب الأولمبي لعب بتشكيلة تألفت من حسين جولي لحراسة المرمى، مارتن حداد، محمد باقر، كريم وميرخاس دوسكي وحسين عمار للدفاع، هيران أحمد، منتظر محمد عمار غالب، الكسندر أوراها وأحمد سرتيب لخط الوسط، وللهجوم وقع رباط. كان المنتخب الأولمبي قد استهل مشاركته في بطولة دبي بتعادل سلبي أمام منتخب فيتنام. طبعا نبارك اكيد للشقيق السعودي اللي قلب الطاوله خلال دقائق الشوط الثاني بعد ان كان الاولمبي العراقي متقدم بهدف. هذا الاداء اللي خاض الفريق الاولمبي العراقي في بطوله دبي لم يكن مقنعا والجميع متفق عليه. سوكوب فشل في صناعه التوليفه بعد ان شاهدنا فريقا نعول عليه خلال تصفيات اسيا الاولمبيه، لكن اليوم نشاهده فريقا للاسف الشديد
خلال الشوط الثاني، والكل يعرف أنه الشوط الثاني هو شوط المدربين، مدرب الفريق الشقيق السعودي استطاع أن يقلب الطاولة على الفريق العراقي رغم تقدمه بهدف، واستطاع من حسم اللقاء. الهدف الثاني اللي سجله الفريق السعودي جاء بالدقيقة 84 من عمر المباراة. لذلك نحتاج الكثير الكثير إذا ما أردنا أن نصل إلى نتيجة تلبي الطموحات خلال منافسات بطولة آسيا الأولمبية تحت 23 عام واللي راح تقام في حزيران بأوزبكستان. بهذا المستوى ألف علامة استفهام. لذلك الفريق الأولمبي العراقي ربما سنفتح الحوار قريبا عن هذا الأداء، ولكن الآن نذهب إلى المنتخب الوطني العراقي الذي أحيا آماله في خطف بطاقة الملحق المونديالي بعد فوز على الشقيق الإماراتي بهدف دون رد. إذ أحيا المنتخب العراقي الوطني آماله في خطف المركز الثالث ضمن منافسات المجموعة الآسيوية الأولى المؤهلة للملحق، وحقق فوزه الأول على حساب شقيق الإماراتي بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض. وسجل الفريق العراقي هدفه الوحيد عن طريق اللاعب حسين علي المحترف الصفاقسي التونسي الذي استطاع من أن يسجل هدف الفوز في الدقيقة 52 من زمن المواجهة، والتي رفع فيها العراق رصيده إلى 8 نقاط. ويحتاج الفريق العراقي للفوز مع تعثر الإمارات أمام كوريا ليصل إلى الملحق وينهي رحلة المشوار الصعبة في هذه التصفيات على أن يقابل ثالث المجموعة الثانية في حالة خطفه المركز الثالث. واستطاع المنتخب الوطني تسجيل أول فوز له بعد 5 تعادلات وثلاث خسارات، ويتصدر كوريا الجنوبية المجموعة ب 23 نقطة، يليه إيران ثانيا ب 22 نقطة كلاهما بلغ المونديال، ثم الإمارات ثالثا ب 9 نقاط، ثم العراق رابعا ب 8 نقاط، يليه لبنان خامسا ب 6 نقاط، وأخيرا سوريا بالمركز السادس ب 5 نقاط. مبارك لأسود الرافدين هذا الفوز، وأحد أوفر إلى الشقيق الإماراتي. مباراة كانت حاسمة ومهمة. ربما في الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم سنسلط الضوء على الكثير من الإعداد الفني مع ضيفنا الكريم اللي راح ينضم معنا بعد قليل، ولكن بعد أن نتعرف على مسيرة المنتخب الوطني العراقي الذي غادر على متن طائرة خاصة مخصصة من قبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من مدينة الرياض العاصمة السعودية متوجها إلى مطار دبي، إذ وصلت بعثة المنتخب الوطني العراقي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تحضيرا لمواجهة المنتخب السوري في اللقاء الذي سيجمع المنتخبين ضمن مباريات الجولة الأخيرة للتصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022 واللي راح يحتضن ملعب النادي الأهلي في دبي. على متن طائرة خاصة قلت المنتخب العراقي من مدينة الرياض إلى إمارة دبي بعد أن تكللت مهمة الفريق العراقي بفوز على الشقيق الإماراتي بهدف دون رد. يذكر أن الاتحادات العراقي السوري الإماراتي الكوري الجنوبي قد تلقوا إشعارا موحدا من قبل الاتحاد الآسيوي وجاء في صلبه بأن تكون مباراة الجولة الأخيرة بتوقيت واحد، حيث ستقام مباراة العراق وسوريا بالموعد نفسه لتوقيت مباراة الإمارات وكوريا في الساعة 6:45 حسب توقيت المحلي. هذا ووصلت بعثة المنتخب العراقي إلى أرض مدينة دبي بحفظ الله ورعايته. إذن نحمد الله سبحانه وتعالى على سلامة البعثة العراقية اللي وصلت إلى إمارة دبي الشقيقة بدولة الإمارات العربية المتحدة. أمور كثيرة راح نناقشها، المستوى الفني، الأداء، أيضا مباراة مهمة طبعا أمام المنتخب السوري الشقيق اللي استطاع أن يتغلب على لبنان بثلاثة أهداف دون رد في نفس يوم فوز العراق على الإمارات، معناه أنه تجدد الآمال بالنسبة للفريق السوري. هو ما عنده شيء، لكن يلعب من أجل التصنيف الفيفوي ويلعب من أجل إثبات الذات، لأن كنا نعرف المنتخب السوري مكانته، لكن الفريق العراقي يبحث عن الفوز ولا شيء غير الفوز مع تعثر المنتخب الإماراتي أمام كوريا الجنوبية في سيئول.
ايضا الفريق العراقي ادى اولى وحداته التدريبيه في مدينه دبي بدوله الامارات العربيه المتحده فور وصوله استعدادا لمواجهه الفريق السوري يوم الثلاثاء، اذ عاود الوطني العراقي تدريباته على ملعب النادي الاهلي الثاني في دبي فور وصوله دوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه استعدادا لمواجهه سوريا الثلاثاء المقبل. وشارك في التدريبات جميع اللاعبين 30 وتم تقسيمهم لوجبتين، حيث جاءت تدريبات اللاعبين اللي اشتركوا في مواجهة الإمارات مع بعض التمارين البدنية والاستشفائية لاستعادة النشاط، بينما انخرط البقية في وحدة تدريبية متكاملة. ويعيش الوفد العراقي حالة من المعنويات العالية بعد الفوز المهم اللي تحقق على الشقيق الإماراتي واللي حافظ فيه أسود الرافدين على آمالهم في انتزاع تذكرة الملحق الثالث. إذن سادتي الأحبة، سيكون محور حلقتنا لهذا اليوم عن أداء المنتخب الوطني العراقي، وربما نعرج على المنتخب الأولمبي اللي أخفق في منافسات بطولة دبي إلى الآن نقطة واحدة، وأعتقد هو الآن خرج من البطولة. أسئلة كثيرة تتعلق بالجانب الفني سأرميها في ملعب ضيفي الكريم المدرب المجتهد اللاعب الدولي السابق الكابتن قحطان كثير المتواجد معنا في استوديوهاتنا من بغداد الحبيبة وعلى الهواء مباشرة. كابتن قحطان مرحبا بك ضيفا كريما وأهلا بك في برنامج الشوط الثالث عبر الشرقية. حبيبي كابتن محمد أهلا وسهلا بك، تحية إليك وإلى جمهورك الكريم. أهلا ومرحبا بك كابتن، سعداء بتواجد حضرتك معنا، وبالتأكيد اليوم راح نناقش الكثير من الأمور الخاصة بالمنتخب الوطني العراقي. نذهب إلى هذا الفاصل ونعود لمواصلة حديثنا مع ضيفنا الكابتن قحطان كثير، ابقوا معي. اذا اهلا بكم من جديد، واعاود الترحاب بالكابتن قحطان كثير اللي يسعدنا اليوم ان يكون ضيفنا وان نتحاور معه في قضيه مهمه، هي قضيه الاداء الفني للمنتخب الوطني العراقي ومباراه المرتقبه امام المنتخب السوري. كابتن اجدد الترحاب بحضرتك مره اخرى، واود ان اتعرف منك على رايك بالمستوى الفني اللي قدمه الفريق العراقي في مباراه امام الامارات. المباراة كانت تعرف انت استاذ محمد بعد تغيير الكوادر التدريبية والنتائج الغير جيدة للمنتخب الوطني ادت الى يعني الفريق يمر بظروف صعبة، تبديل لاعبين تبديل مدربين، يعني الامور ما كانت بالصورة المطلوبة، فدخل الفريق يعني يريد يفوز ولا بديل غير الفوز. وشوف انت يعني بعض الاحيان المدرب الجهاز الفني يتنازل عن بعض الامور خاصه بالامور الفنيه، نعم، لحساب الثلاث نقاط لان هي يعني ماكو غيرها. يعني كنتيجه مرضيه، واللاعبين يعني تعرف عوده اللاعبين اللي كانوا مبعدين من المنتخب هم ايضا بسبب التسقيط يعني تسقيط للمدرب المحلي، تسقيط للاعب المحلي او غير من هاي الامور اللي بعدين صار ضحيتها المنتخب العراقي بسبب المواقع، بعض المواقع وبسبب بعض المأجورين اللي حدثوا ثغرة كبيرة بين اللاعبين والمنتخب، فاجوا اللاعبين برادوا بس يقدمون شيء للمنتخب، والحمد لله كنتيجة يعني وأداء يعتبر مرضي جيد بسبب قلت لك الضغط والظروف. الأهم هي كانت الثلاث نقاط، أما إذا تجي تشرح تاريخ التصفيات ومن تبدي بيها اكو كثير من الامور كانت سلبيه ويحتاج لها صحيح حلقات، ويحتاج لها ان يكون درس هذا للمسؤول المتجبر برايه، والمسؤول اللي دائما يسوي نفسه هو بس يجي للكرسي يسوي نفسه هو الاوحد وهو الفاهم وهو بعيد عن الرياضه، حتى وان كان هو كان نجم وكان لاعب وكان مدرب، العمل الاداري يحتاج لتخطيط يحتاج لحنكه. فأنا أشوف كنتيجة جيدة، لكن كعمل وسيستم للمنتخب الوطني
من سنه او سنه ونص عمل بائس وعمل غير جيد ووصلنا الى هاي المرحله. صحيح. رغم انه اسهل تصفيات الكل في تاريخ العالم هي هاي تصفياتنا. السبب هو انه منتخب كوري تجديد هابط مستواه حتى وان كان متصدر، وتعادلنا ويا بكوريا، ويعني تعرف احنا بالمجموعه اللي شباب كان ادفوكات جابوا لاعبين وقدر يتعادل، يعني مو بوضعهم من الطبيعي، ولا ايران بوضعها اللي هو فريق جيد. نعم. لكن المباريات اللي ماكو منافس لهم، يعني الاربع الفرق الاخيره اللي هي العراق وسوريا ولبنان والامارات فرق. نعم. يعني يمكن لو الامارات وهاي الفرق يعني ممكن يعني لو الامور طبيعيه العراق يجي له اول او ثاني، الثالث هذا مضمون. طيب. مليار بالمئه. طيب. لكن تعرف التخبطات، الحمد لله احنا نقول يعني خلي يستفيدون للمستقبل، عندنا عمل كبير، يعني مو تخبطات تدعي لاعبين ترجع لاعبين وتجيب مغتربين وتطلع مغتربين. هسه احنا ما عندنا رؤيه للمستقبل. صحيح. من اللي يلعب من اللي يجي، ما عندنا سيستم معين. نعم. فهذه يحتاج لها رؤيه. حتى متاكد اني يعني المدرب ومقعينه مباراتين بعدها ايش راح يصير؟ المفروض تكون العمل يكون واضح استاذ محمد للجميع، ما احنا نعمل بهاي الطريقه العشوائيه. نعم. كابتن قحطان، حضرتك تفضلت بقضيه في غايه الاهميه ربما خافية عن الكثيرين، هل فعلا انه القرار الذي اتخذ بحق المدرب المحلي هو قرار وصف الكثير بفيتو؟ هل بسبب بعض المواقع وتأثيرها وتشويهها مكانة المدرب العراقي، أم هو قرار متفق عليه من أهل الشأن ومن قبل الاتحاد؟ لا، هو هذا السيستم الجديد إجا، يعني صار له يمكن يعني من التطبيعية وبدأوا يرسخون للناس ويسقطون بالمحلي وبالمدرب المحلي، الان وصلوا مرحله وصلوا العنق الزجاجه، اختنقوا بعد ماكو غير، جابوا المدرب المحلي اللي مشت الامور مشت، يعني الناس تنسى حتى الاشياء اللي سووها هاي السنتين. نعم. اللي ما انزل الله بها من سلطان من امور صرف اموال وتخطيط غير جيد، يعني كثير من الامور. فاجى المدرب المحلي بعد صار تحصيل حاصل، لازم يجيب هاي المباراتين، والحمد لله انه نقول مباراتين، يعني الفرق مو يعني فرق يعني الامارات تمر بضحك طبيعي، يعني مستوى. نعم. غير. نعم. جيد، وفريقنا. نعم. الحمد لله ادى. اي، وسوريا الان يعني يفوز يخسر يتعادل، هو تحصيل حاصل، لكن نقول احنا الحمد لله انه نجح المدرب المحلي الكابتن غني شهد، وانا احيي كل المدربين اللي مع كابتن غني او اللي لو استلموا غيره، لان هاي فتشيل المدرب المحلي. نعم. هو نصر. يعني رد الاعتبار حتى الاخرين لا يبدون، يعني انت ابن بلد، يعني انت يعني تكتب، وانت يعني ما يصير انا اقول مثلا المحلل المحلي غير جيد او الموقع العراقي المحلي غير جيد، او انت ما يصير تنكل بابن بلدك وتسقطه. نعم. واحنا انا بالنسبه لي اعرف الامور، ليش تعرف هاي اشياء مدفوعه الثمن وكل شيء بحساباته، لكن الحمد لله نقول اليوم انه انتصر المدرب المحلي، ودائما راح يبقى منتصر. انت لا تدور على المدرب المحلي شو وقت يخسر شو وقت يتعادل، هذا مو زين، تبديله مو زين، ما لعب فلان لاعب، حتى انخلق الثغره بين اللاعبين ابناء البلد، هو من هو المغترب ومن المحلي ومن المحترف، ما كلهم ابناء بلد، اكو ظروف. صحيح. تمر على الانسان، يغادر يهاجر يروح، لكن هو يبقى عراقي يحب بلده ويجي ويقطع، يعني لاعب جاي من امريكا ولاعب جاي قاطع، هذا لو ما يحب البلد ما يجي. فاني احيي الجميع، وكانت روحيتهم جيده بهاي المباراه، فكروا بجمهورهم، فكروا بشعبهم، فكروا بناسهم، افضل من الفتره السابقه مع المدربين الاجانب، بدل اللاعب العراقي ما يريد يروح للمنتخب، هاي ظاهره خطيره كانت، يعني بدل اللاعب يسوي نفسه متعور، يسوي نفسه مريض، حتى ما يروح للمنتخب لين صار تسقيط عليه. فاحنا نتمنى اليوم انه نجي للمباراة الثانية، وأنا متأكد فريقنا أيضا راح يظهر بصورة جيدة، لأن يعني انشالت عنا الضغوط. نعم. اللي شالها عنا المدرب المحلي، الجمهور، نتمنى يستمرون، يعني مو فترة مؤقتة ونرجع الدور نفس الأشياء ونفس أنت لو تجي تسوي عمل كامل متكامل، أنتوا كاتحاد كالمجموعة وزارة لو تسوي عمل متكامل لمدة 4 سنين، خطواتك
تجيب مدربين كاملين للفئات العمرية للمنتخب الوطني، نجيب مدرسة واحدة نظامها واحد نظامها معين. لو ما تجيب، لو تشتغل بهاي العشوائية وانت خسران الفلوس وخسران الأمور كثيرة والوقت طيب. والجهد، فيعني يحتاج عمل واضح شوية. طيب كابتن قحطان، حتى نكون موضوعيين، نبارك لغني شهد الفوز، فوز كان صعب جدا، ومثل ما تفضلت حضرتك الفريق يعاني ما يعاني. لكن كابتن قحطان، أتمنى أنه ما نخلي الفوز يغطي بعض الأخطاء والعيوب اللي موجودة داخل المنتخب العراقي. بالمناسبة الفريق الشقيق الإماراتي يمر بظروف غير اعتيادية، بغياب عدد من اللاعبين الأساسيين بسبب الإصابة بسبب الحرمان، لذلك لم يظهر بالمستوى الذي ظهر به في بقية المباريات. الآن الأداء اللي شفناه وخصوصا بعد تسجيل الهدف، ضغط من قبل الفريق الإماراتي، أخطاء ترتكب من قبل بعض اللاعبين، متى نتخلص من هذه الأخطاء كابتن؟ يحتاج لنا وقت، لأنه إحنا ضروري نشخص العيوب والأخطاء وأن لا ينسينا الفوز الأخطاء. استاذ محمد، انا بالبدايه قلت لك يعني اكو ضغوطات على المدرب على اللاعب بسبب انه المدرب هاي اول مباراه له. نعم. ما عنده فتره طويله حتى يعرف يعني اللاعبين، بس هو قبل المهمه كابتن، الفريق قبل المهمه اللاعبين اكيد هو يتحمل طبعا. إيه هي المهمه؟ اي مدرب يقبلها، يعني هاي مهمه وطن صدقني. كل المدربين ما كان عندهم اعتراض، يعني الاسماء نعم. اللي انطرحت وبعد اكو اسماء كلها تريد تدرب المنتخب، يعني مو يعني يطلعون انه لا احنا مهمه، هاي مهمه وطن. والفرق العراقيه دائما فرق هي اللي تصعد المدرب، هي اللي تحيي المدرب. لكن قلت لك الظرف اللي اجى به ظرف صعب، النتيجه لازم يفوز. فتشوف يعني المدرب يريد يحافظ، كل مدرب عنده فكر. يعني هو الناس قام تشكل على انه بعد الفوز التبديلات الدفاعيه اللي اكثر من لاعب، هو المدرب ما اعرف يعني تعرف اللاعبين قريب عليهم، قريب على مستوياتهم، هو بالدوري قريب، فارتان يكون يعني تكون التبديلات بهاي الطريقه اللي يعني 8 إلى 7 لاعبين يكونون مدافعين والباقي يعني يكون لاعب يعني يلعبون حالات وسط. والناس اشكلت انه عندنا قالوا بشار رسين، حسن رائد، حسن عبد الكريم، حسن قوقيه، عندنا احمد فرحان، نعم. عندنا لاعبين كانوا بمناطق محمد علي عبود، ممكن كان زيدان اقبال، بس قلت لك كل مدرب ما تم اشراكه فلسفته. زيدان اقبال ايضا من اللاعبين الراعين. لكن احنا نقول امير العماري المدرب هو اللي يتحمل المسؤوليه، وهو صاحب لا ما جاي امير العماري مصاب، نعم المدرب استاذ محمد هو من يتحمل مسؤوليه الفريق وادائه وفكره. هو اللاعبين لازم يلعب بفكر المدرب، فهو المدرب يشوف بهاي الطريقه انه قدر ان يعني يفوز. لكن تعرف احنا جمهورنا يريد اداء ويريد نتيجه ويريد كل شيء، هذه ما تجي نعم. في يوم وليله تجي نعم. باوقات، وبعد كل مباراه لازم يستفيد من المباراه، وهي تبقى حسب المباراه ونوعيتها وادائها ونتيجتها. فيبقى المدرب هو صاحب الكلمه الاخيره، لانه نعم. بالاخير هو اللي راح يتحمل المسؤوليه. نعم، يعني تعتقد انه الكابتن غني كان يحمل شعار الفوز ولا شيء غير الفوز على حساب الاداء والمستوى الفني؟ يقول لك انا خل اخرج من عنق الزجاجه ولكل حادث حديث، هو هذا التفكير الان بده يشتغل به الكادر التدريبي كابتن؟ توافقني الراي؟ لا هي مباراتين كانت عنده، هو المباراة الأولى كانت هي الأصعب، يعني رادي نعم. يجتازها واجتازها. فالفكر والتدريب والتبديلات هي من اختصاص المدرب، يعني هو من عمله وقريب على اللاعبين نعم. شاف انه اللاعبين اللي يعني لعبهم تبديلات اللي كانت هي راح تخلص من النتيجة، يعني تخليه يفوز 1-0. واكو مدربين لا يسوي العكس، ينزل مهاجمين حتى يزيد الاهداف وتكون النتيجه مريحه. واكو مدربين يعتمدون على طريقه معينه، يعني ما يغيرون بالتكتيك او بالاسلوب اللعب، يعني عنده حالات معينه متفق عليها من خلال التدريب، من خلال الاداء طيب. من خلال الضغط. مثل ما نشوف احنا بالفرق العالميه نعم. تشوف السيستم واحد والاداء التبديلات تصير على يعني مركز او شيء معين داخل المباراه. كابتن الله يرضى عليك، وينكو فريق بالعالم
يعني خلال تصفيات مثلوا اكثر من 44 لاعب، وين عوامل الاستقرار؟ وين التشكيل اللي يشتغل من وراه المدرب؟ لا اكثر، نحن أكثر غيرنا اربع مدربين كابتن قحطان، اربع مدربين، 75 لاعب. زين احنا 70 لاعب خلال 10 مباريات واربع مدربين، يعني هذا الفكر ما اعرف وين دا يودينا، يعني معقوله؟ إيه. فاحنا تهنا لكاس العالم بمدرب محلي، الله يرحم الكابتن عمو والله ينطي الصحه والعافيه للباقين، ووصلنا الى المباراه الختاميه امام الفريق السوري في الطائف تحت قياده المدرب جورج فييرا الله يرحمه، هم كان برازيلي، قاد الفريق العراقي في مباراتين، تعادلنا بدون اهداف في دمشق وفزنا بالطائف 3-1. لكن يعني دعني اتحدث مع التغييرات اللي طرأت على الكره العراقيه، يعني انا وياك والجمهور احنا متفقين تراجع بالاداء بسبب غياب التخطيط، الاستراتيجيه، ضعف الدوري العراقي، يمكن اكو امور كثيره، لكن ارجع واقول انت قدت منتخبات الفئات العمرية وحققت إنجازات رائعة، غرب آسيا، نهائيات آسيا، كأس العرب، وصلت إلى كأس العالم، هذا الجيل ليش ما تم استثماره بالشكل الصحيح؟ والآن إحنا عندنا هيش منتخبات قبل 10 سنين وحضرتك من قدت هاي المنتخبات، والآن يعني يؤسفني أقول إنه إحنا نصارع اللحظات الأخيرة في تصفيات كأس العالم. والله تعرف الأستاذ محمد أنت قريب على الموضوع واني والناس اللي إحنا اليوم مع يعني احترامي أنا ما أتكلم لك عن نفسي، 6 سنوات أجي أدرب طلعوني يعني بقرار يعني بين أشخاص أو بين حزب أو شخص عنده يعني عنده قابلية أكثر وصل للإرادة، وهذا بالعراق هذا يعني لا تستغرب أنت إذا ما تستمر أو الوضع يمشي بهاي الطريقة، وبعدين أجوا ناس قادوا البلد هم ناس تقودهم، يعني شيء تقودنا ناس تقود ناس وبقينا احنا بهالوضعيه، فما راح يصير لا توفيق ولا راح يصير عمل ولا راح يصير، بينما اذا تجي للاعبين يعني هسه شوف لاعبيننا يعني اللي بالدوري حوالي 40 50 لاعب احنا من تحت قيادتنا، بالوطني عندنا 8 إلى 10 ايضا لعبوا ويانا، صحيح عندك بالاولمبي هسه 12 15 لاعب كلهم ويانا، المدرب بدال ما يستمر يتسلسل، احنا بالعراق اللي عنده خبره صارت وعنده رؤيه ويقدم اللي يريده يبعدوه، مو لان انا مدرب يعني هسه لو صاير بغير مدرب ممكن انا اتكلم نفس الشيء، لكن انا ما محتاج انه يعني المكانه واحتاج انه اقول لهم تعال ارد ادرب، لا مستحيل ولا اهتم لها ولا عندي اصلا مساله، والله من طلعت يعني جدا عاديه وجدا طبيعيه، لان اللي شفناه وعانيناه كأنه تسقيط للمدرب يريدون ما ينجح من جميع الجهات. نعم. السبب شنو ما تعرف، وانت لو تلاحظ دائما بس بتصفيات كأس العالم تصير المشاكل، يعني مصر حاسمة من زمن النظام البائد في اليوم هذا تبدي المشاكل على العراق وعلى البلد، وكأنه عبالك يعني ما أعرف ما أريد أشد أقول لك من كلمة، لكن يعني جوز البلد مغضوب عليه، جوز اكو حاله صدفه تصير ما اعرف، بس انت لو تسوي مسيره المنتخبات وتجي لهذا الفريق لحد مباراه ايران اللي خسرنا 1 وتاهل المدرب كتنج اللي هم كانوا طالبين منه التاهل، والفريق كان جيد ويغلب كل الفرق 3 و4 و5، نعم يقولون يلعب دفاع ويلعب زين، شلون كان يغلب؟ شلون اسس فريق؟ غير هو اعرف المدرب، انت مو افهم من المدرب، يعني انتم خاصة اللي عندنا احنا نعم. الكل جربة التدريب وفشلة وقسم وجربة والإدارة وبين كانوا وبين الفشل والنجاح وجربة والعمل خارج العراق ومرة ينجحون يعني دربوا قليل وفشلوا، انتم بعد جيتوا هسه على الأمور الإدارية جبتوا فشلكم وخليتوا على المنتخب، هو قرار ترى واحد اللي فلش العراق أنا متأكد، صحيح وكنت أتكلمها وعيد لقاءاتي، صحيح لو باقي نفس المدرب ومنطينا هذا الدعم احنا لو ثاني لو أول، صحيح المركز الثالث هذا مضمون 100%، صحيح لكن انت لمن تتكلم بعد احنا ويا من صار اللي صار كابتن قلت لك انا بالبدايه خلي يستفيدون وخلي يعتمدون على اما مدارس تبدي من الوطني نزول للناشئين والشباب والأولمبي، طيب كابتن وعمل يصير سيستم واحد او نبقى احنا نعم العفو يعني بعد اذنك الان بما انه احنا نتحدث عن هذا الموضوع، الان المنتخب الاولمبي اللي تم اعداده وتخصيص مدرب سوكوب وكادر تدريبي مساعد، نوجه لهم التحيه طبعا كابتن عباس عبيد وسعد حافظ
هذا المنتخب للأسف الشديد في بطولة دبي الدولية للأسف يعني لم يوفق، خسر أمام الشقيق السعودي ثم تعادل سلبا أمام فيتنام، وكان فيتنام أفضل من الفريق العراقي. يعني يا ريت رأيك بهذا الأداء، وليش هالتراجع بالمستوى بعدما شاهدنا لهذا الفريق فريقا منظما استطاع أن يخطف بطاقة التأهل كبطل لمجموعته إلى نهايات آسيا تحت 23 عام؟ نعم كابتن. الأستاذ محمد، بالنسبة للمنتخب الأولمبي صار فترة مع المدرب الأجنبي ويا الأخوان المساعدين، يعني يحتاج لهم عمل، يحتاج لهم يستقرون على تشكيلة وعلى طريقة لعب ويبدي يعملون عليه، لأن هم الفترات التجمع الفريق قليلة. نعم. فيحتاج أنه أن يعني أكثر من مباراة، يحتاج للمباريات على مستوى عالي حتى يصلون لما يريد المنتخب بالامور. لكن كثرة التغييرات وتبديل اللاعبين، ويعني شوف هي كل مدرب عنده آلية معينة وعنده طريقة معينة، ما راح اللاعب يقدر يهضم الأداء او طريقة اللعب او يؤدي. تعرف بالفئات العمرية الفريق يحتاج تكرار، يحتاج مباريات، اللاعب صحيح. يحتاج لتكرار بالتمرين صحيح. بالحالة حتى يهضم طريقة اللعب، يهضم الاسلوب، يهضم الأداء، اللاعبين مراكزهم، تمركز اللاعبين، هذا كله مهم. وان شاء الله يستفيد المدرب من هاي البطوله. واذا خسرت البطوله هاي مو معناه انه الفريق، بس يحتاج، انا اقول لك يحتاج لدعم، يحتاج لمباريات، يحتاج اللاعبين يراقبون بالدوري ويكونون مجموعه من اللاعبين ويشتغلون عليهم، يبدا الفريق ينضج ويكون افضل. اما إن شاء الله. انت 40 و50 لاعب وتبدا تجرب، ما راح يستفيد الفريق ولا راح يستقر. طيب الان كابتن، مباراتنا امام سوريا حاسمه يوم الثلاثاء في دبي، طبعا احنا ننتظر مباراة ايضا الشقيق الاماراتي وكوريا الجنوبية في سيول. الاتحاد الاسيوي قرر ان تقام جميع المباريات بآن واحد حرصا على سلامة النتائج. الفريق السوري مثل ما تفضلت حضرتك يلعب من اجل اثبات الذات، اما العراق يلعب من اجل الفوز، وينتظر طبعا مباراة كوريا والامارات. رأيك كيف ستكون هذه المباراة بالنسبة للفريق العراقي؟ رؤيتك الفنية في هذه المباراة استاذ محمد؟ اتصور الامارات، يمكن المباراه بالامارات مو بكوريا، لو بكوريا بالامارات. نعم نعم بالامارات. نعم نعم بالامارات لو بكوريا. لا بالامارات، بالامارات الان يصححون الولد شباب بالكنترول. اي اي بالامارات، اللعبه والمباراه الاولى لعبه راح تكون نفس الوقت اليوم. انا يمكن سمعت انه المباراه نعم تكون في آن واحد 6 احنا فريقنا يعني راح يؤدي مباراة جيدة، وإذا يلعب بطريقة يعني ما يكون مشدود. يعني حتى المباراة الأولى نفس الكلام كنت، راح يفوز الفريق ويفوز. مباراة راح تكون على استاد آل مكتوم، ونبقى ننتظر مباراة بالنسبة للشقيق الإماراتي وكوريا. والعراق راح يلعب على استاد النادي الأهلي في دبي، نعم، في 6:45 بتوقيت بغداد. نعم نعم كابتن. كلها ملاعب كلها جيدة بالإمارات، ويعني احنا الفريق الاماراتي فريق يعني ما اتصور راح، يعني اذا بقى نفس الاداء هذا ما راح يفوز على كوريا، وحتى يجوز تعادل صعب عليه، لان فريق ما عنده روح ولا راضى عليه الجمهور، وفريق لا حول ولا قوه. احنا اذا حسمنا المباراه وفزنا راح نتاهل كاحسن ثالث، وهذا استحقاق للعراق. وانا اتوقع انه راح يفوز الفريق العراقي، لكن يحتاج انه ينسون مباراة الإمارات. يعني العراق أكبر من أن يفوز على الإمارات أو غير الإمارات، ونبدأ مرحلة جديدة بالفوز على فريق سوريا. سوريا راح يلعب أيضا ما عنده شيء، هو يعني يدافع عن اسمه، عن تصنيفه، عن لاعبين يحاولون يظهرون بمظهر جيد حتى يحصلون على عروض، فلا يستهينون بالمباراة. يعني خاصة المباراة من تكون بين فرق قريبة، يعني مثل سوريا والعراق، الأردن والعراق، راح تكون صعبة. صحيح. احنا المباراة لازم نتحكم بها، ما يعني الاعلام لازم شوية ايضا يخفف من الزخم هذا والضغط على اللاعبين او المديح الزايد، خليها مباراة طبيعية حتى يعني نوصل للفوز ونبدا نلعب الملحق مع المنتخب الاسترالي ان شاء الله. توقعك كابتن رغم صعوبة التوقع. والله التوقعات يعني كل شيء مفتوح بالمباراة، كل الاحتمالات مفتوحة، لكن إذا فريقنا كان بيومه ولعب بطريقة
يعني جيده واللاعبين حافظوا على قوتهم وتماسكهم تكون نتيجه جيده ايجابيه لفوز للفريق العراقي. نعم كابتن المجتهد قحطان كثير شكرا لتواجدك معنا، اتمنى لك الموفقيه والنجاح والعوده السريعه لقياده احد المنتخبات او الانديه، لانه نحتاج تواجد بحجم امكانيه قحطان كثير ان يكون متواجدا في الساحه. شكرا لحضرتك معنا في هذا البرنامج مع امنياتنا القلبيه للمنتخب الوطني العراقي بمواصلة العطاء وخطف أغلى النقاط، لأن هذه النقاط الثلاث ستكون إن شاء الله مؤهلة لخطف بطاقة الملحق. وأعتقد الفريق العراقي الآن بمدربه بجمهوره بإعلامه قادر على أن يفعل كل شيء. سادتي الأحبة وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة اللي أشكر فيها ضيفي الكريم من بغداد الكابتن قحطان كثير مدرب المنتخبات الوطنية السابق، وأيضا أتقدم بالشكر الجزيل لحضراتكم. أتمنى هذه الحلقة أن نالت رضاكم، وأنقل لكم تحيا جميع زملاء اللي كانوا معي في هذه الحلقة من استوديو البث بالكنترول، وأيضا مخرج البرنامج قحطان الطائي، ومني أنا محدثكم محمد إبراهيم الناصر، على أمل اللقاء بكم يوم غد بإذنه تعالى، وحلقة ستكون مخصصة للمنتخب الوطني العراقي قبل مباراة أمام الفريق السوري بدولة الإمارات العربية المتحدة. إلى يوم غد طبتم في أمان الله، وأقول لكم